صلوا صلوا على رسول الله. قبل أن نبدأ يا متابعينا الكرام، ادعمونا بإعجاب بالفيديو واشتراك في القناة حتى يصلكم كل جديد. بيوم من الأيام دخل هذا الشاب إلى أمه وهي في المطبخ، وأخرج لها من جيبه هاتفا جديدا أحضره لها هدية بمناسبة عيد الأم. ابتسمت الأم وقالت: يا يما، ما في داعي للجهاز الجديد، أنا أصلا ما أعرف كيف أستخدمه. الابن قال: يا أمي، أنت تريدين هاتف لكي تستخدمي فيسبوك، أليس كذلك؟ هزت الأم رأسها: ما بكو فيسبوك ولا فون شي أنا. قال: أنا سوف أعلمك عليه يا أمي. وتصور صورة سيلفي مع أمه وأنزلها على فيسبوك. وبعد مرور أيام من عيد الأم، دخلت الأم إلى ابنها وهو في غرفته وقالت له: كيف يمكنني أن أنشئ جروب على واتساب؟ ولكن الابن تفاجأ وقال: أمي، ما رأيك أن أعلمك ذلك لاحقا؟ ولم يعطي أمه اهتمام. تغيرت ضحكة الأم. وبيوم آخر قالت لابنها: هل تعلمني يا أمي كيف أعيد شحن هاتفي؟ قال الابن: ما في داعي علمك يا أمي. وأخذ الهاتف وهو شحنه بدون أن يعلمها. وبيوم جاءت الأم لكي تطلب من ابنها أن يعلمها كيف تحول النقود، ولكنها وجدت ابنها نائما. ومع مرور الأيام الابن لم يعلم أمه شيء، دائما يعتذر منها بأنه متعب أو غير متفرغ أو ليس الآن. وبيوم من الأيام دخل هذا الشاب لأخته في المطبخ وقال لها: ألا تلاحظي يا أختي بأن أمي ومنذ أن اشتريت لها هاتف وهي تسألني كثيرا واستفساراتها كثيرة؟ وقال: هل تعتقدي بأنها تستطيع استخدام الهاتف مثلنا؟ وهنا أخته لم ترد على سؤاله وقالت: هل تستطيع أن تساعدني وتطبخ هذه الخضار معي؟ قال وهو يضحك: ماذا؟ كيف أطبخها وأنا لا أعرف؟ وقال: لو أنك تعلميني أكيد راح أساعدك. وهنا قالت الأخت لأخيها: أترى، هذه هي الحقيقة، لو أنك تعلم أمي كيف تستخدم الهاتف لو لمرة واحدة لكانت اليوم تستطيع استخدام الهاتف بدون أن تحتاجك. وقالت له أيضا: لو أن أمك لم تمسك الورقة والقلم وتعلمك وأنت صغير، هل كنت تستطيع الكتابة الآن؟ وهنا صدم الشاب وعرف أن كلام أخته صحيح، ومباشرة توجه إلى أمه وهي جالسة ولا تعرف كيف تستخدم الهاتف، وقال: أمي، دعيني أساعدك لكي تتعلمي ذلك. ابتسامة الأم في هذه اللحظة صدقا أثلجت قلبي. أخبر أمك بكل شيء وعلمها واجعلها تعرف أكثر منك حتى. هذه الفتاة كانت تعود إلى البيت متأخرة وتكون غير واعية لما تفعله.
وكانت أمها توقظها صباحا كي تذهب إلى عملها. تكون الأم قد حضرت الفطور لكي تفطر مع ابنتها، إلا أنها ترفض أن تفطر مع أمها وتخرج إلى العمل. وبالعمل تعامل الجميع بأسلوب رائع، إلا أمها كانت تعاملها بأسلوب سيء. บอสคะเดี๋ยวแล้วค่ะพอดีบอสทำหล่นไว้ในห้องประชุมค่ะไม่สบายเหรอคะบอสงั้นเดี๋ยวหนูไปเอายามาให้นะคะ عندما كانت تعود إلى البيت من العمل تجد أن أمها قد حضرت العشاء. تتكلم مع أمها بطريقة سيئة وترفض الجلوس معها. وعندما يتصل المدير تتكلم معه بأسلوب رائع وضحكتها تملأ وجهها. هذا الشيء كان يؤثر بالأم كثيرا ويجعلها تظل متضايقة. وبيوم من الأيام أرادت الأم أن تخرج إلى الطبيب لأنها كانت مريضة، ولكن الفتاة لم تعطي لأمها الانتباه ولم تهتم بأن أمها مريضة. خرجت الأم وكانت الأم تضع كاميرات لكي تطمئن على ابنتها وهي بالبيت. وهي بالطريق وعائدة إلى المنزل وصلها تنبيه بأن هناك حركة حول المنزل. فتحت هاتفها ورأت شخصا يقفز من فوق باب البيت ويدخل إلى البيت وابنتها في الداخل. حاولت أن تتصل بابنتها لكنها لم تسمع. دخل اللص إلى البيت وحاول أن يتهجم على طفلتها. وعندما اختبأت الفتاة في الغرفة قامت بتشغيل جهاز الإنذار. وهنا خافت الأم كثيرا وذهبت مسرعة للبيت، لكن صدمتها سيارة وجاءت الشرطة لكي تحقق بخصوص اللص الذي دخل إلى بيتهم، وقالوا لها اوصفي لنا الرجل. فقالت لهم لا أعلم ما هي مواصفاته. قال لها الشرطي اسمحي لنا أن نراجع الكاميرات الخاصة بالمنزل. وعندما دخلت لكي تراجع الكاميرا وجدت المفاجأة. رأت كيف كانت أمها تحضر الفطور لها وتأتي لتناديها لكي تفطر معها، وهي كانت تطنشها. الأم كانت تتمنى لو أنها تجلس مع طفلتها، والطفلة لا تهتم. الأم كانت تمرض من عمل البيت والطفلة لا تهتم. الأم كانت تهتم بابنتها والطفلة كانت تدفش أمها بيدها.
الأم كانت تحضر الغداء عند الساعة 6 مساء وتظل تنتظر ابنتها. تصبح الساعة 8 والأم ما زالت تنتظر. وكانت تعود ابنتها الساعة 9، ويا ليتها كانت تجلس وتأكل مع أمها. كانت تصرخ بوجه أمها وتذهب للنوم. وعندما كانت ترى هذه الفتاة هذه المواقف سقطت بالبكاء. الأم كانت تبكي لأنها تأكل وحدها، كانت تبكي لأنها ربت ابنتها. ذهبت الفتاة إلى أمها للمستشفى، وهناك أعطوها هاتف أمها. وعندما فتحت اكتشفت أن أمها كانت حتى وهي خارج البيت تهتم بأن تراقب البيت لكي تطمئن عليها. الأم تتعب، والأم تربي، والأم تعمل وتطبخ وتغسل وتنظف، وكل ما تطلبه منا هو كلمة طيبة، ولكن كم منا يعامل أمه وأباه بطريقة سيئة. أخبروني كم شخصا لم يقبل يد أمه وأبيه. اسمعوا كلامي واعتنوا بهم وقبلوا أيديهم كل يوم لكي يرضى الله عنكم. أرجو مشاركة القصة مع الجميع.